بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة المجالس العلمية يعني فكرة فتية وفكرة أصيلة، فتية في كونها أنها أخرجت بشكل جديد، وأصيلة لأن مثل هذه المجالس كانت تعقد يعني عند أسلافنا تباعا، مجالس فقهية ومجالس تفسير ومجالس الحديث، ولكن في هذا الزمان ومع هذا الجيل وهذه النخبة طورت هذه الفكرة وأسست تأسيسا علميا وتأسيسا يعني استشرافيا، وقد يعني روعيت بعض الرؤى التي ربما تطول حتى إلى 30 سنة تقريبا. هذه الرؤية ربما كانت غائبة فيما سبق، فضلا عن مصاحبة، وهذا أهم شيء، المجالس، توثيق هذه المجالس وتسجيلها وبقائها للأجيال والاستفادة منها عن طريق ما هو موجود متاح من تكنولوجيا كالفيسبوك، الانترنت وغيرها من الأمور. نتمنى طبعا من القائمين على ذلك، ندعو لهم الله إن شاء الله بالتوفيق والسداد وأن يوفقهم لما هو أوسع. طبعا المجالس العلمية ستتوسع إلى مجالس يعني التفسير، وكان هي بدءا بالمجلس الفقهي، القراءات إلى غير ذلك، إلى اللغة. وندعو لفضيلة الشيخ زيد الخير مبروك الذي يعني ابتدأ هذه المجالس، أن يوفقه الله على المواصلة وعلى استكمال يعني الموطأ، وهو يعني إرث ضخم وشرحه لا شك أنه سيتوسع. وندعو أيضا للقائمين إن شاء الله أن يبارك الله في جهودهم وأعمالهم. شكرا.